السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي للمدارس المحدودة الخاصة، معكم الأستاذ عبد الرحمن السيد في مادة الرياضيات. هنشتغل مع بعض الوحدة الثانية وهي وحدة القوة الصحيحة الغير سالبة والسالبة. نبدأ مع بعض الأستاذ، بيقول لي 4 أس 3 زائد 4 أس 3 زائد 4 أس 3 زائد 4 أس 3. طبعاً أنا عشان أعرف الإجابة على طول هاخد 4 أس 3 كعامل مشترك في وافتح قوس. ال 4 اس 3 على 4 اس 3 هي الواحد زائد 4 اس 3 على 4 اس 3 واحد زائد 4 اس 3 على 4 اس 3 واحد زائد 4 اس 3 على 4 اس 3 واحد. يبقى 4 اس 3 في 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يبقى 4. واحنا اتفقنا ان في الضرب لو الاساس متشابه بنجمع الاسس، هنا اس 3 وهنا اس 1، يبقى الإجابة 4 أس 4. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان س تساوي جذر 9 على جذر 3 فإن س أس سالب 1، قلنا إن أس سالب 1 يعني المعكوس الضربي يعني ده هشقلبه، يبقى جذر 3 على جذر 9. واتفقنا من الترم الأول إن ما ينفعش في المقام يبقى فيه جذر، يبقى أنا هضرب في جذر 9 تحت وجذر 9 فوق. طيب جذر 9 في 3 يدينا 3 جذر 3، وجذر 9 في جذر 9 هتدينا كام؟ 9. طب 3 على 9 تطلع بتلت، يبقى جذر 3 على 3. رفع الاختيارات اختار جذر 3 على 3. السؤال الثاني اذا كان 5 اس س تساوي 4 فان 5 اس س ناقص 1. طيب هنا هو طالب مني مطلوب والمعطى اللي عطوني مش شبه المطلوب. طب 5 اس س ناقص 1 يعني ايه؟ هو طرح الاسس، يبقى دي اصلا كانت مساله قسمة، يعني كانت 5 اس س على 5 اس 1. طيب 5 اس س قيمتها هي بتساوي كام؟ 4، يبقى 4 على 5. مفيش غير اختيارات 4 على 5، 4 على 5 اللي هي بتحقق 8 من 10. السؤال الرابع سدس العدد 2 اس 12 في 3 اس 16. اتفقنا مع بعض لو الاسس متساويه من حق اضرب الاساس في بعض، يبقى ده اصلا عباره عن 6 اس 12. هو عايز السدس يعني اقسمه على 6. طب وفي القسمه بنطرح الاسس، يبقى 6 واطرح 12 ناقص 1 تبقى 11، يبقى الاجابه 6 اس 12. السؤال اللي بعده نفس الفكره ده، هنا الاسس متساويه يبقى انا هضرب الاساسات في بعض، يبقى انا هحط اس 9 واضرب جذر 3 زائد جذر 2 في جذر 3 ناقص جذر 2. دول عددين مترادفين بيتضربوا ازاي؟ الاول في الاول، 3 موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب 2، كل ده اس 9 يبقى 3 ناقص 2 ب 1، 1 اس 9 تطلع الاجابه بتساوي 1. تعالوا نشوف المسائل، بيقول لي اذا كان ا بتساوي جذر 3 و ب بتساوي جذر 2 ارد الطين ألف أس 4 ناقص ب أس 4، هبدأ أعوض، هشيل ألف وأحط مكانها جذر 3 أس 4، ناقص هشيل ب وأحط مكانها جذر 2 أس 4. اتفقنا لما يكون في جذر تربيعي يبقى أنا هقسم الأس على 2، يبقى 3 وأقسم 4 على 2 يبقى 3 أس 2، ناقص نفس الكلام هنزل الأساس 2 وأقسم ال 4 على 2 يبقى فيها كده 3 أس 2 9 و2 اس 2 ب 4 9 ناقص 4 5. نفس الفكره تقريبا بس اسمك ها هنعوض، يبقى جذر 3 اس 4 على جذر 2 اس 4. اتفقنا ان احنا لما يكون في جذر هقسم الاس على 2 يبقى 3 اس 2، وهنا هنزل ال 2 واقسم الاس على 2 تبقى 3 اس 2 ب 9 و2 اس 2 ب 4 يبقى الاجابه 9 على 4. سؤال تعويض برضه بيقول لي اذا كان س تساوي 2 جذر 2 و ص تساوي 3 اوجد قيمه المقدار ده. كل ده عليه اس 3، طب تعالى نجيب اللي هو الجزء الاول، الس اس 2 ناقص الص اس 2، يبقى انا اعوض يبقى 2 جذر 2 الكل اس 2 ناقص الص 3 اس 2. طبعا ما تنساش ان كل ده عليه اس ايه؟ 3. طيب نبدا نجيب اللي جوه ده، الاس هيتوزع على 2 وهيتوزع على جذر 2، تبقى 2 اس 2 ب 4 في جذر 2 اس 2
2 ناقص 3 أس 2 يعني 3 في 3 9 كل ده على أس 3. طيب 4 في 2 4 في 2 8 ناقص 9 الكل أس 3. 8 ناقص 9 سالب 1 كل ده على أس 3. اتفقنا إن الأس الفردي بيحتفظ بالسالب بيخليه زي ما هو، يبقى الإجابة سالب 1. نركز بقى في الخمس اسئله الجايين عشان مهمين جدا، اكيد سؤال منه هيجي في الامتحان. بيقول لي اوجد قيمه س في كل من المئات. 3 اس س ناقص 2 تساوي 1.8. انا عايز اعرف قيمه الس دي تبقى بكام عشان لما اطرحها من 2 واحط الاس للثلاثه يطلع لي 1.8. اتفقنا مع بعض ان عشان الاس يساوي الاس لازم الاساس يساوي الاساس، وانا اقدر اخلي ال 1.80 دي اقدر اخليها 3 اس 4. اهو يعني 3 في 3 في 3 في 3 يبقى 1.80. اساس بيساوي اساس يبقى اس بيساوي اس، يبقى انا اقدر اقول ان س ناقص 2 تساوي 4. يعني كمعادله الاثنين سالب تيجي بره موجب، يبقى 4 زائد 2 تطلع س تساوي 6. السؤال اللي بعده نفس الفكره، هنا جذر 3 هل ينفع اخلي 9 دي جذر 3؟ يبقى جذر 3 هي زي ما هي أس س ناقص 1، وهخلي التسعة دي عبارة عن جذر 3 أس 4. طيب أساس بيساوي أساس يبقى أس بيساوي أس. اقتربت صلاة الظهر. هنقول هنا بقى جذر 3 أس س ناقص 1 تساوي 9. طب هخلي التسعة دي جذر 3 زي ده عشان يبقى الأساس شبه بعض، يبقى جذر 3 أس س ناقص 1 والتسعة دي عبارة عن جذر 3 أس كام شمال 4. طيب اساس بيساوي اساس يبقى اس بيساوي اس، يبقى س ناقص 1 تساوي 4. يبقى طبعا 1 سالب دي بره موجب، يبقى 4 زائد 1 بيخلص. السؤال اللي بعده 1 على 9، لا انا هخليها 3 اس س ناقص 2 زي ما هي، وهخلي ال 1 على 9 دي هخلي 9 3 اس 2. طب هنا ده 3 وده 3، بس ده في البسط وده في المقام. اتفقنا لو حاجه في المقام غير شرط الأس، يبقى 3 أس س ناقص 2 تساوي 3 أس سالب 2. تمام، أساس بيساوي أساس يبقى أس بيساوي أس، يبقى س ناقص 2 تساوي سالب 2، 2 سالب 2 مرة موجب، يبقى س بتساوي سالب 2 زائد 2 تطلع الس معايا بتساوي 0. السؤال اللي بعده بيقول لي 3 أس س ناقص 3 بتساوي 1، أي حاجة قيمتها بتساوي 1 يبقى أكيد الأس بتاعها كان بصفر، يبقى أنا أقول له س ناقص 3 بتساوي صفر، و3 سالب 3 بره موجب، يبقى قيمة الس هنا بتساوي 3. السؤال الأخير 2 على 5 أس 2 س ناقص 1 بتساوي 8 على 125، طب ما أنا أقدر أخلي 8 على 125 دي أقدر أخليها 2 على 5 عشان يبقى الأساسات شبه بعض، بس 2 على 5 أس كام بقى؟ الله ينور أس 3، وده هينزل زي ما هو. أساس بيساوي أساس يبقى أس بيساوي أس، يبقى 2 س ناقص 1 تساوي 3. اتفضل بقى هناك معادلة سهلة، الواحد سالب يجي بره موجب، يبقى 2 س بتساوي 3 زائد 1 تطلع ال 2 س بتساوي 4، هقسم على ال 2 على ال 2 تطلع الس بتساوي 2. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.